السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك سيدتي في الأسبوع 32 من حملك. أشرنا فيما مضى أن الطعام الذي تتناولينه أثناء الحمل قد يعطي السائل الأمينوسي الذي يحيط بجنينك بعض النكهات والروائح، والسبب أن دماغ طفلك وحلمات تذوقه قد نضجت بما يكفي ليتذوق هذه النكهات في السائل الذي يبتلعه. يزن طفلك الآن حوالي كيلوغراما واحدا فاصل 70 جراما، وهو بطول ما يسمى بنبتة الكايل، أي حوالي 42 سنتيمترا. وابتداء من الأسبوع 32 من الحمل، يتمتع الأطفال المولودون قبل الأواني بفرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة، مع أنهم قد يحتاجون إلى المساعدة على التنفس في البداية، والسبب أن تطور الرئتين الكامل لن يتم إلا قبل الولادة مباشرة. تشكلت الآن الظافر يدي وقدمي طفلك بشكل كامل، فإذا أصيب بالحكة فقد يخدش نفسه، مع أن شعر رأسه يزداد سماكة لكنه سيصبح خفيفا بشكل تدريجي بعد الولادة. في هذه المرحلة ربما يكون طفلك مستعدا للولادة من خلال الاستلقاء في رحمك ورأسه متجهة إلى الأسفل، ولكن لا تقلقي إذا لم يتخذ هذه الوضعية حتى الآن، فمعظم الأطفال يصبحون في وضعية الرأس إلى الأسفل بحلول الأسبوع 36 من الحمل، لذا لا يزال هنالك الكثير من الوقت كي يستدير. شكرا على حسن المشاهدة والمتابعة. اللقاء يتجدد بحول الله في الأسبوع 33 لنرى أين وصل تطور طفلك الجميل. إلى اللقاء.